السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخوكم سيسي بوي معايا اليوم صديق من زمان والله. تكي معرفتك حتى لو كانت من زمان أو قريبة محمد. اليوم معايا صديقي رامي من السودان، إن شاء الله يسلمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس على حسب اللون هذا بتقول انه ما سوداني، وانا السيسي ان شاء الله نوصلك من السودان فوق المصدوم زي كذا، فما تستغربوا يعني. اليوم معنا انا والرامي، تحدي قوي جدا ان شاء الله، معاي ايش اسمه الاسئله وبعدها عقوبات. ايه اللي ما يجاوب ياكل ايش؟ حبه ليمون. نص حبه ما هي حبه. حبه كامل، يعني ياخد حبه كامل وياكل على طول بدون ما يسال شيء. بس اذا جاوبتها ما في شيء. تكون ما تاكل شيء، ما راح تاكل شيء. يعني جاهز انت؟ ان شاء الله. اوكي، اذا حبيت المقطع الفيديو هذه لايكات 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 لايكات، سبسكرايب كمان. هذه كلها الحسابات اللي عندي، اشتركوا كمان فلو. رامي جاهز؟ ستاند باي. سؤال، من هو اول شخص اللي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؟ اول شخص اللي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدنا ادم عليه السلام. صح، جابها صح والله. من هو الشخص الذي أتى بعرش بالغيص لسيدنا سليمان؟ أنا اللي جالس السؤال، أنا كتبت في ورقة ولا شيء، هذا هنا، فأنا أبغى تأكل الليمون هذا إن شاء الله باقي اليوم هذا. عيدة، من هو الشخص الذي أتى بعرش بلقيس سيدنا سليمان عليه السلام؟ سيدنا سليمان عليه السلام. ما بعرف. نو. واحد الله. I don't know. هاي هات الجواب. طيب نديك الإجابة، الإجابة هو آصف ابن برخية. آصف ابن برخية. آصف ابن برخية. أيوة. فما قدامك إلا الليمونة هذه، شوف هي صغيرة ولا كبيرة. أول ليمونة يا شباب. ها ورينا الحين مثلا. يعني باكل هذه الكاملة كده؟ إذا أكلتها نص يكون كويس. نص. حلو. ايوه ادينا طعمها كيف، اوصف لنا عشان ايش معك الدر. انا اختار لي واحده ولا محتاج؟ اذا غلطت في الزال عشان ما تدي حبه كبيره. مشكله صنوني كده. شوف يا شباب، ان شاء الله كله حياكل محمد هذا، ان شاء الله كله هذا حياكله. اشرب لك مويه. شكلك حتاكل ليمون. ما هو الشيء الذي يحيا اول شهر ويموت اخره؟ ما هو الشيء الذي يعيش اول الشهر ويموت اخره؟ ما في خيارات ولا شيء، والله مخرج ما في مخرج مرة أبدا نهائيا. الجواب هو القمر. القمر يعيش أول شهر وفي آخر لحظة يموت. تخلص ويش؟ خد واحد. طبعا حاشرني أنا ضيف عنده، حاشرني باكلني الليمونة بقشرة.
ما ادري كيف الضيافه هذه عند اخونا هذا. ايوه وليه قفلت؟ وليه قفلت عيونك يا حلو شديد؟ كيف يا رامي؟ من اصعب اللحظات مرض علي في حياتي مع الراجل هذا. ما قد مر علي كلام زي كذا. اول مره يصير كذا يعني. انت يعني تحدي 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 تحدي. الله 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 الله. الليمون حلو عشان الكسترول يا اخي والله. هيا اسالني سؤال بسيط. سؤال بسيط يا هاي 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 هاي. سؤال بسيط سؤال بسيط. ليمون يا مسلمين ليمون. يلا ناكل بليمون نحن. طيب انا اسالك سؤال اوري. سؤال بسيط ايه. ان شاء الله حاسالك سؤال وحتاكل ليمونه ان شاء الله ان شاء الله. اي يلا يلا لا تفكر على طول. عايزك تاكل ليمونه. انا اصبر جاهز على طول. في دقيقة في دقيقة أنا بعطيك دقيقة كاملة. أيوة توريني عدد الأحرف في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة فيها كم حرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سأما ثلاثة. أوكي سأما ثلاثة. أوكي مسك لك أنا مسك لك زمن الناطق مسك لك الزمن. قدامه دقيقة الحين 52. الإجابة غلط. أبدا الإجابة غلط. الدقيقة خلصت. 16 حارة. كل الليمونة هذه كل الليمونة هذه. كم حرف؟ 19 حرف. 19 19 حرف. واو واو 19 حروف. بسم الله الرحمن الرحيم. أصف لنا شعورك كنت بتاكل في الليمونة هذه. أصف لنا شعورك. هذا قبيه مرة والله. حامي مرة. ورينا الحركات في الفيديوهات اللي فاتت اللي هو شعار شعار الجارسين. اليوم جارسين ما في كل ليمون اللي تقول ما أبغى عشان ليمون طبعا اليوم. هذا الجهة كلها يعني خلاص خالص الجهة هذه كلها خالص. قلب الجهة الثانية. هيا اقول بسم الله. اقلب الجهه الثانيه خذ راحتك. هذه في السؤال الجاي. السؤال الجاي وخذ نصها. خلاص نعطيك يا قاسمي. اليوم جوزينا ما في جوزينا ما هي. ما هو الشيء الى لمسه صرخ؟ ما هو الشيء الذي إذا لمسته يصرخ؟ تأكل واحد؟ ما هو الشيء إذا لمسته يصرخ يصرخ يعني؟ جرس الباب. أنا أعطيتك الجواب بس. لا جرس الباب. والله ما اعطتني شيء والله من هنا. الشيء اللي اذا لمسته وصرخ جرس الباب. صح. كم عدد الصحابه المبشرين بالجنه يا وريا؟ كم عدد الصحابه المبشرين بالجنه؟ 10. الاجابه صحيحه. خرج من جو الليمونه خلاص. الله يستر علينا احنا. يلا اعطينا اعطينا شيء يا اخي. ما يصير ليمون ليمون ليمون. ايش بك انت؟ الرجال صار صار جاك ليمون صار كاسة ليمون.
تكون ذكية. ما هو الشيء الذي لا تحب أن تلبس؟ إذا لبسته لا ترى. ما هو الشيء ما تحب تلبس؟ إذا لبسته ما تشوف يعني. ما هو الشيء الذي لا ترى؟ ما هو الشيء ما تحب تلبسه؟ أيوة. إذا لبسته ما تشوف. إذا لبسته فما تشوف. مرة؟ ما في مرة ولا شيء. ما هو الشيء الذي لا تحب أن تلبسه إذا لبسته لا ترى؟ هذا شكلها ليمونة يا شباب. شكلها ليمونة ما في خيارات. ها؟ أخذت الليمون خلاص؟ موافقة؟ موافقة الإجابة. خلاص. الجواب هي كفن. كفن الكفن. لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك علينا يا أبي الحلال. بسم الله. ليمون هي ليمون بس. والله الليل بتنوم مطول مرة. يا وري أنا ضيفك الله يهديك. دوف إيش أخليك تنوم والله. يا زهر هاي جلبة جنون يا جنون. هات هات اللي عندك. هات هات جاهز. اخر سؤال اللي عندك. اخر سؤال. جمعوا غواق العقلية عشان السؤال. ايه يلا. ما هو الشيء الموجود في كل شيء؟ ما هو الشيء موجود في كل شيء؟ ما هو الشيء موجود في كل شيء؟ في كل مكان موجود. الشيء الموجود في كل شيء. في كل شيء تحصل موجود. في كل شيء موجود. في كل شيء موجود. الاسم. هاي إجابة صحيحة. صح. واو هرب من الليمونة. هرب من الليمونة بعجوبة. ما توقعت غير في السؤال هذا. الاسم. مبروك. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ ما قلت لك الشخص يا. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ القلم. صح. الشيء الذي لا يكتب ولا يقرأ القلم. رامي أنت ضيف خالي عندي ها وشرفت. اعطينا كلمه حلوه. الله يزيدك يا محمد. الله يزيدك. انا سعيد والله. انا سعيد بوجودي معك الاخ العزيز محمد. صومالي وسوداني ما في فرق. 2-1. انا والله سعيد يا ما سعاده بوجودي معك يا محمد. وان شاء الله يعني الفيديو ينال اعجاب متابعيك. و اتمنى ان شاء الله الحلقات الجايه الناس تستفيد منها يعني حاجات تكون مشبعه كده. سبسكرايب للرجال ولايك وحياتنا يا محمد. سي سي بوي. مع السلامه.